السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا عارفين البوك مارك. البوك مارك مفروض بيها ورقة صغيرة أو حتة خيط صغير كده بتحط فيها الكتاب عشان تعرف الصفحات المميزة. برضه نفس الفكرة موجودة في الويب أو الويندوز أو إن أنت بتعدل حاجة فبتعجبك فعايز تحتفظ بيها عشان ترجع لها كل شوية. فلذلك في مواقع بتبقى عاملة بوك مارك. بوك مارك يعني إيه؟ يعني كل ما عجبك موقع بتروح داس زرار، يروح الزرار ده ضيف لك ده على حسابك في الموقع زي توبي مثلا. يعني انا عجبني موقع، مجرد بس هدوس على الزرار يروح حطولي في توبي بحيث اقدر ارجع له على طول. او في موقع تاني وناس كتير بتستخدمه في بوكيت، ده برضو اول ما بيعجبك اي موقع بتروح ضايفه هنا. ده انا مستخدمه اهوت، بحيث في اي لحظة انا عايز ارجع لموقع بدل ما ادور في جوجل ممكن يوديني لصفحات تانية، لا خلاص دي الحاجات اللي عجباني فبدخل على طول، واول ما بدوس عليها بيفتح لي الصفحه دي. وتقدر تحط مثلا زي ملخص، تقدر تضيف اي حاجه انت عايزها، تقدر تعمل علامه زائد وتدي له اليو ار ال او بتاع الموقع ويبقى عندك موجود في المفضله وتقدر ترجع لها في اي لحظه.